اي زوليدي بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام زيها نفسها ما فيها تمييع ولا تحريف ولا تغيير، لابد يحصل له عداء. وقد يطردوك من بلدك كله، لابد. وده بيفرق لنا بين دعوة الحق والدعوات الباطلة. دعوة بتاعت الحزبيين الليلة كلهم، جمعية كتاب وسنة، أنصار سنة، مركز كذا، جناح كذا إلى آخره، وبين دعوة جماعة التبليغ ودعوة الصوفية كلهم بطرقهم. الدعوة اللي بتعادى الوحيدة هي الدعوة دي. عشان كده الإمام النجمي رحمه الله تعالى قال أهل البدع بيناتهم متناحرين ومختلفين، لكن ضد دعوة الحق بيحاولوا يتحدوا كلهم ضد دعوة الحق. أنا ما قاعد أخش فيسبوك ولا كده، لكن أخواننا جزاهم الله خير بيصوروا الحاجات المهمة بيرسلوها لي في الموبايل. الكودة، وإن شئت أقول الكوزة، كله صحيح يعني. خلاص، رد علينا على أخواننا ديل، قال إنه الخنجر والجماعة ديل في النهاية واحد، وعلى الحكومة إنها تنتبه للطرفين. بقينا نحن والخنجر ماله في سرج واحد. الإزارك بقى يرسل ورق في شكل برغيات من جوا الكونغرس الأمريكي، شباب ديل الحكومة والليلة خلاص من الكونغرس ورق. وما عندنا ركن في الجامعة أم درمان الإسلامية، الصوفية وزعوا ورقة قالوا دي رسالة في نفس اليوم، رسالة الإزارك من أمريكا فيها رد على أخواننا ديل، ورد باطل ساكت. ما قال، قال مسألة في الميراث. أول حاجة أنت ما بترث الإزارك لأنك مشرك بشهادة القاضي، ما عندك ورثة ذات، لا ترث ولا تورث بنص الحديث. يا ما تضيع زماننا ساكت، مسألة في الميراث وما عارف ليك، أنت ما بترث، لا بترث لا بتورث، برا انتهى الموضوع. ألا ده نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، الجرائد كاتبة أولاي وبيقوا تكفيرين وبيقوا داعش، العداء ده كله ليه؟ لأنه قال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وأنا ما بتهمني إلا عودي بقدر ما إنه بتهمني بمثل ما جئت به.